في الفيديو النهارده هقول لك على نوع من البنات انا مش بنتقده، بس يعني هحذرك منه، لانه يعني هيعمل لك مشاكل كبيره جدا لو وقعت في الفخ بتاعه. ازيكم يا اجمد واصيع ناس في العالم. طبعا اول ما ابتدي اصور اي حاجه لازم مراكب عربيات كلاب تهوهوا ويبوظوا علينا الفيديو. دي معروفه، ده اي بي سي فيديوهاتي معروفه. معلش استحملوا بقى لو سمعتوا اي حاجه من الكلام ده. ازيكم يا اجمد واصيع واعقل رجاله بتاخد بالها من حاجات بسيطه قوي ما توقعهاش في شرك او فخ او مخالب ناس اشرار ممكن تأذيها لمجرد رغبة مشيت وراها، رغبة ملهاش أي لازمة خالص. فاهم قصدي؟ بص يا جماعة، دلوقتي أنا كنت فرح من مثلا أسبوعين كده. أنا كنت كاتب الموضوع ده من الفيديوهات اللي أنا هعملها يعني قبل آخر فيديو، بس عملت اللي فات فهعمل ده النهاردة. ففكرة الفيديو ده جات لي من الفرح هناك. يعني طبعا يعني بما أنك بتتفرج على الفيديوهات بقالك 6 سنين، احنا عارف بعض تقريبا 6 سنين يعني، او ممكن 5 سنين وشوية، بس قول 6 سنين تقريبا. فده معناه ان انت اكيد يعني عارف في حاجة اللي هي عندك وعي لما يجي لك مثلا غريزة معينة بتطلع عندك بتبتدي تظهر، عقلك الوعي بتاعك بيخليك تعرف انه لا 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 اهدى، دي غريزة. طول ما انا عارف اتحكم في غريزتي يبقى انا كده تمام. وفي فرق بيني وبين اللي هو مش عايز اقول، بس ايه الفرق بيني وبين ايه يعني، لانه مش عايز اقول، لا مش هقول زي حاجه، بس المهم ان التحكم في غرايزك هو اللي بيفرقك عن اي حد تاني ما عندوش مخ. ان انت بتشوف الحاجه بتبتدي تظهر وبتقول ايه ده، انا ابتدت الغريزه بتاعت حاجه معينه عندي تظهر. مثلا سخنان على الضرب، واحد صاحبي معدي عليا بحاجه حلوه قوي، طب انا عندي يعني بكره عندي ميتنج انترفيو، هو ده مصيري بيتحدد في قشطه، صباح الفل مش مشكله. اروح مثلا مديها ليله بنت كلب، اروح مطبق الانترفيو شكلي خربان، سمعتي بقت زي الزفت، ما يشغلونيش اصلا. ليه بقول لك على موضوع التحكم في غرايزك ده؟ انه الموقف اللي حصل يعني اللي خلاني اللي هو اقول ايه ده كده، ايه ده في ايه، هو ازاي ممكن حد يقع في حاجه زي دي بجد. في اي او انا عامه بقول في افراح، بس هو في اوقات انت ممكن تبقى في خروجه، في نادي، في بيت، في حفله، في اي حاجه ممكن تلاقي الشخصيه دي. ان انت تبقى قاعد وتلاقي واحده مثلا جت وانت واقف تروح مثلا ضربك بشعرها كده على وشك مثلا، اللي هو ام المكان يعني ضيق قوي يعني، خلاص يعني خلاص شعرك اللي هو قد كده خبط في وش الراجل يعني، او اللي هو سوري كده فاهم. فانت في المواقف اللي زي دي بالذات مثلا لو انت شربت لك سنه صغيره ولا بتاع، او ما واخد متنعنش باي حاجه، واكل اكله حلوه، شارب كوبايه قهوه حلوه، ايا كان بقى انت الكيف بتاعك ايه، فتروح واحد خبطك اللي هو والله لسه فيها ابو الشعور، والله لسه فيها. فانت بقى تيجي البنت اللي هي اللي بتعمل الحاجات دي وانت بمنتهى السهوله تروح عامله لك كده، او بصلك بصه حتى مش لازم تخبطك ولا تلمسك، ممكن تبقى قاعده رايحه جايه قاعده بتخبط تلمس تخبط تلمس، وانت فاكر اللي هو يا ابن اللعيبه انت، هو انت ايه ده، ايه انت فورتيكا، يلا فورتيكا. فتلاقي نفسك مثلا ايه بصيت لغيت، ممكن تكون تتكلم تعمل اي حاجه من غير ما بتفكر خالص العواقب بتاعه الموضوع، ومش شايف قد ايه انه الشخصيه الثانيه دي انا مش بلومها هي حره، بس هي هتعمل معاك كده وهتعمل مع حد تاني كده، وهي بتعيش على الاشخاص دي يعني، هي بتعيش على انا 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 موجوده، انا اصلا سنجل، انا جاي اعيش اطير فراشه في المكان ده. بس انت قبل ما تفكر ان انت لما اي حد يرمي لك حته هلب في طعم ما تروحش اول طعم يروح عامل لك كده اللي هو، او تقول لك معلش سوري ممكن البوتي كيت الى اوف كور طبعا، وتبتدي بقى ايه كمان، ما انت ممكن كمان تسخن تلاقي نفسك ابتديت ايه تخدم، تقرب تجيب كرسي تجيب طبق تشغلك بقى، لان هي خدت بالها ان انت ايه ده سهل، وانت كمان عملت فيها جنتلمان. فطبعا انا ما اعتقدش ان اي حد بيتفرج على الفيديوز بتاعتنا دي يعني في اي حاجه ممكن يقع في الفخ بتاع البنت دي، اللي هي ممكن تبوظ لك جوازك، ممكن تبوظ لك خطوبتك صحبيتك، ممكن تعشمك وهتخلى بيك اكيد، ممكن يعني كده كده هتبقى اذى ليك اكتر ما هي انبساط ليك.
عايز تخدعها وتخليها تحس ان هي اللي هو لا انت ماشي، انا هخليكي تحس ان انت جبتيني بس بعد كده انا اللي هخلى بيكي، خلاص يعني اعمل كده لو عايز، بس انت في الاخر هتلاقي نفسك ضيعت حاجات مثلا كويسه نظيفه محترمه ظريفه معاك. وحتى لو انت مش مبسوط من جوازك، مش مبسوط من صحبيتك، خطوبتك، ايا كان، مهما حصل ما تعملش الكلام ده وانت في العلاقه. يعني مش بقول لك كده والله عشان فعلا الاخلاق لا لا، بس في بينك وبين نفسك كده في صفات مش احسن حاجه انها تبقى موجوده فيك، يعني اللي هي الصفات مش عايز اقول يعني بتبقى فيها خسيه، اللي بيعملها بيبقى شخص خسيس، ما بتطلعش من كده. يعني اعمل اغلط بس ما تبقاش خسيس، ما تبقاش ندل، ما تبقاش وسخ، ما تبقاش فاهم قصدي، يعني في صفات كده اللي هو ما تبقاش كذاب، ما تبقاش فتان، ما تبقاش موقعاتي، في صفات كده زباله فاهم، دي ما تخليهاش موجوده فيك. لكن لو انت مثلا في النهارده انا عايز اخرج ابوظ، ابقى ابوظ بكره مش ابوظ، انا النهارده بص عارف ان عملت حاجه غلط قشطه، ما اذيتش حد، ما عملتش حاجه، انا بقول كده مش بقول تعمل كده، بس يعني لو عملت قشطه، لكن ما يبقاش فيك الصفات المذمومه فاهم قصدي. فخلي بالك من البنت دي، ما تقعش في الفخ بتاعها، خليك انت واقف على الارض بتاعتك، وحتى لو في حاجات وقعت قدامك مش اي حاجه تقع في الطبق بتاعك تاكلها، لا، لان انت مش اي حد، ولازم تفكر في العواقب، ولازم تفكر في انت مع مين، وتفكر انت ايه، لان مش اي حد كده يرمي لك حاجه فاهم قصدي. بس كده كنت عايز افرفش معاكم شويه في الجو الجميل ده، واتمنى الفيديو يكون لذيذ، وباني قلت حاجه ممكن تكون فرقت معاك في حاجه، وبس كده. شكرا انتوا اتفرجتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.